منو؟ لا لا مي اذا بتعمل اغاني واستعراض بتعمل شيء برمضان بتكسر الارض، وانا هيك بتوقع لها. بتقولي انه بتعمل يعني بتعمل ايه بتعمل لانه مهضومه بالخف الدم ورقصها حلو من زمان شفتها اول مره بترقص هيك على الطاوله ورقصها كثير حلو، فبتمنى انه تعمل اغاني مع رقص بالبقله. لا بتعتبر انك فضحتيها. لا بتترقص مره شفت عم ترقص عربي بجنن رقصها حلو حلو حلو، واللي بيقول غير هيك بيكون بغار. وانا بحب عن جد بتمنى انك تعملي شيء هيك. بحب الموسيقى ليلى. بعدين خرج انت تعملي شيء اجنبي مع عربي ما كثير بيبقلي، لانه هيك لما عيونك لما بتغني عيونك كل شيء بجسمك بيتحرك. قلت لي حبيت كليبك كثير حبيت كليبك الاخير، وهيك مهضومه ما في شيء تصنع. ما بتصنع ولا مره شفتك بشيء عم تتصنع الا كله حلو. انا ما بعرف اللي بتوقع لك انه كل ما بتكبر يوم ما حريري كل ما بتنجح بسنه. يا حبيبه قلبي. طب انا عندي سؤال لمي وعندي سؤال لك. مي بدك تتحجبي؟ هل هاي الشائعة مزبوطة؟ يلا جو. يعني أنا آخر شيء مسلمة، ويمكن إنه إذا يعني إيه إن شاء الله يعني ليش لا الله يهدينا. لا بدي لا، بس إنه أنا إذا صار هالشيء إنه فيك تتوقعي هيك شيء، إن الله يعني لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء. مدام ليلى؟ أنا بعيوني بدنيي سمعتك عم بتقولي بالضحية ما خلصت ورح يصير شيء على باب سفارة. لما قلتي بالضحية ما خلصت وقلتي جريمة على باب سفارة، هيدا بالضبط اليوم هيدا اللي صار. إن شاء الله يا رب تكون هيدي نهاية الأحزان، ولكن أنا شايفة بعد الإرهاب بعد بده يطال، مش بس الضاحية والجناح وهيك، بعد في مناطق بلبنان رح تتعرض لعملية تفجيرات، وإن شاء الله الأمن يكون بالمرصاد، لأنه أنا قلت عاشورة بتمر على خير، وقلت أنه عيد الأضحى بيمر على خير، وصارت أنه مرقت عاشورة على خير وعيد الأضحى، ولكن بعد عاشورة قلت الله يستر، وهذا اللي شفناه اليوم. في بعض انفجارات ما وقفت بعد في. هل هي رح تبقى بس انفجارات يعني، ولا ممكن يصير في حرب أهلية؟ لأنه اليوم يعني الأجواء اللي صارت مرعبة، الحكي على مستوى الشعبي مش السياسي. شو بتقولي حرب أهلية فيه؟ لأنه بتقليلنا أنه لبنان بصير في عمان. أنا بحس لا في ضربة إسرائيلية ولا حرب أهلية، اللي عم نشوفه هيدا بخوف أكتر من الحرب الأهلية وأكتر من ضربة إسرائيل، اللي هو بيكون رايح ليجيب لقمة العيش ما بيعرف إذا بيرجع بيته إيه أو لا، فهذا الشيء بخوف أكتر. نحن إنه إن شاء الله ما نصير مثل العراق، ولكن إنه أنا اللي شايفة إنه اغتيالات في بعد بلبنان، وفي متفجرات بعد بلبنان.